أعزائي المشاهدين بيتم بطن من الإعلام نحييك عين العرب. إدارة الكرة المصرية نحييكم النهاردة كانت مصرية جميلة طبعاً استمتعنا بعرض رائع وجميل طبعاً معانا بعد انتهاء العرض نجوم المسرحية طبعاً نتعرف بيهم اللي قدموا لنا عرض ممتع جداً استمتع بيه كل الجمهور النهاردة في إدارة الكرة المصرية كان عرض جميل جداً طبعاً هنبدأ بعلي نبدأ بيه بقى اللي كان عادي صغير أنت صح؟ طيب نبدأ بعلي معاكم انا بجمال الملقب بنسر الشعراء شاعر الشباب شاعر المستقبل ام يكرم الهيئه الوطنيه للاعلام المصري اكبر كاتب وشاعر في مصر والوطن العربي حاصل على ماجستير مهني مشغل اصغر مدرب مع 8 تنميه بشكل يعني احساسك انت بقى والناس بتحييك وتقدمت دول دمك خفيف والناس كلها اهم حاجه عندك قبول فالناس الفنان اللي عنده قبول يبقى طبعا عنده قابليه ان الناس تحبك لازم نفضل ربنا انت خدت كل